Quatrièmement, couple des forces. Alors, je fous les couples. Les couples, madani. Un couple. Madani, un couple. Définition d'un couple de force. Couple de force, c'est quoi un couple de force? Donc, un couple de force est un système, système de deux forces parallèles. Yani, de deux forces parallèles. De sens contraire. Yani, le sens positif, le sens négatif. Voilà qui est parallèle. De même intensité, la même intensité. Yani, F qui est F1 qui est F2. Et n'ayant pas le même droit d'action. يعني ما عندهمش واحد دروات داكسيون مشترك، عندهم دروات داكسيون يعني مختلفين ولكن باراليل، وعندهم لو سونس كونترير، وعندهم لا ميم انتنسيتي. هادو هما الشروط ديال لو كوبل دو فورس. دونك عندنا لو كوبل دو فورس كنرمزو ليه بين قوسين F1 فيكتور F1 فيكتور F2، يعني لا فورس الاولى لا فورس الثانيه. دونك لو كوبل دو فورس F1 F2 سي كوا؟ سي لو كوبل. C'est le couple. Adama ali yani anna f1 plus f2 كيساوي 0 كيساوي vecteur nul. Yani anna hadi عندها la même intensité, عندهم les mêmes intensités, عندهم le même عندهم le même عندهم sens différent, عندهم la même intensité, وبالتالي الا كان la somme ديالهم كيساوي الا كان عندهم الا جمعنا la somme vectorielle يعني f1 vecteur f1 plus vecteur f2 puisque هذه كيساوي هذه وعندهم سونس ديفيرون فان هاد لا سوم هذا كيساوي شحال كيساوي فيكتور نول او الشرط الثاني خص يكون دو دووا داكسيون ديفيرون يعني خص يكون دووا داكسيون ديال اف 1 بعيد ومختلف على دووا داكسيون ديال اف 2 هذا هو الشروط كنشوف واحد المثال هنايا عندنا واحد السيد هنا كيحاول يحل هذا الرويضه هذه دونك اش كيدير هو كيطبق قوه في الاتجاه هذا كيطبق قوة هنايا في هذا الاتجاه وكيطبق أخرى قوة أخرى هنايا في هذا الاتجاه هذا يعني في الاكستريميتي في الأول هنايا كيدفع لها جي وفي هنا كيدفع لها جي وبالتالي يعني كنديرو أنه كنشوفو اف 1 كتمشي لها جي وكنشوفو اف 2 اف 2 كتمشي لها جي واف 1 كتمشي لها جي وبالتالي كيكون عندهم ولكن عندهم لا ميم انتنسيتي عندهم لا ميم انتنسيتي يعني الراجل كيحاول انه يكون عندك عند يديه يعني في يديه هو كيكون الضغط يعني داك القوه ديال لا فورس اللي كتبقى كتكون متساويه في هذوك لي زيكستريميتي ديال هذيك لا ميم شوز هنا عندنا في المقود ديال السياره هنا كيطبق قوه هنايا كيطبق قوه هنا وقوه اخرى كيطبق على جي يعني وحده كتمشي لها جي وحده كتمشي لها جي دونك غادي يكون عندنا اف 1 غادي نزل تحت يعني اش يعني غادي يضرب بويسك هذا كيدور يعني غادي يدور لاجي غادي يدور لاجي و اف 2 غادي تمشي للفوق يعني اش غادي تدفع للفوق وغادي تدور لاجي وبالتالي عندنا هاد اف 1 كتساوي اف 2 ولكن عندهم سونس ديفيرون وعندهم دغوا داكسيون عندهم مختلفين عندنا هنا واحد النابض او لا واحد الواحد الفيس او لا كما كنقولوا مي هنايا فاش كنقولوا كندفع القوه هنا كضرب واحد القوه هنايا في هاد ليكستريميتي هادي واحد القوه في هاد ليكستريميتي اللي هي كتساوي واحد القوه اخرى ولكن عندهم سونس ديفيرون باش يدور هذا الا بغيتي يدور هذا هو كيسموه كوبل دو تورسيون هذا واحد الكوبل دو تورسيون مختلف شويه غادي نقراو غادي تقراو في الباك في الباك اللي دار سيونس فيزيك او لا سيونس مات مومون دان كوبل غادي نشوفو لو مومون غادي نحسبو لو مومون دان كوبل نشوفو لو مومون دان كوبل دونك عندنا لو سونس بوزيتيف عندنا لو دووات داكسيون دو روتاسيون دلتا عندنا واحد لا ماس لو ميم كيما شفنا قبيله لو ميم سميتو دونك عندنا واحد لا فورس اف ان اللي كتدفع في الاتجاه ايجابي يعني كتدفع على جي يعني بواسطه هاد لا ماس هي اللي كتجر هاد الجسم في هاد الاتجاه يعني ان اف ان كتساوي شحال كتساوي لو بوا كتساوي الوزن ديال هاد الجسم هذا دونك عندنا دي ا عندنا واحد النقطه اخرى اللي هي هاد المره مختلف شويه غادي نشوفو بكره ديال الخيوط ولكن مرتبطه مع هاد الجسم في هاد النقطه هادي كتجر للفوق يعني غادي نشوفو اش غادي نشوفو قوه اخرى هاد القوه فين غادي تكون كتجر هاد القوه كتجر للفوق كتجر للجهه ملي كتجر للجهه يعني حنا عاده لاماس ديال لاما القوه ديال لاماس ديال هذا
القوة ديال الوزن باردون فين كيكون؟ كيكون ديال الجي. دونك جو فيغ شيما. دونك هنا عندنا باردون عندنا لو بوا، عندنا لو بوا هو لو بوا، هذا هو لو بوا. يعني لو بوا الا جريت هذا الجي، هذا فين غادي يدوز؟ هذا الجسم فين غادي يطلع؟ غادي يطلع من الفوق. ها هي القوة، شتا؟ هذه هي القوة، هذه هي القوة. اش القوة هذه؟ هذه اف دو، هذه اف دو، هذه اسمها اف دو. وهاد اف دو هذه كتساوي بي، اللي هي شنو هي؟ كتساوي هاد لاماس، هذه هي هاد لاماس ام دو جي، كتساوي ام دو فو جي، كتساوي ام دو فو جي. يعني كتساوي هذه، يعني اش غادي يكون عندنا لي فورس ديال لو كوبل؟ اشنو هو الكوبل دروكا؟ هو اف 1 اف 2، هو اف 1 اف 2. دونك نتمنى يكون واضح. دونك عندنا لا فورس هي اسمها اف 2، هذه هي اف 2 و اف 1، وعندنا دي 2، عندنا دي 2. وعندنا اشنو هي دي؟ دي كبيره، هي لا سوم ديال هذا دي 1 بلس دي 2، هي دي 1 بلس دي 2. دونك لا بلاك ايتيديي دون ليكسبيريونس 1 3 ديك اللي فاتت، ديك ليكسبيريونس اللي دوزنا. دونك موبيل اوتور دان اكس دلتا، هي هادي. دونك اي سومي ا ان كوبل دو فورس، دونك عندنا سومي ا ان كوبل دو فورس. فين هو؟ هو هذا، عندنا اف 1، هاد لو كوبل دو فورس شنو هو؟ هو اف 1 اف 2. هادي كتدفع في الاتجاه ايجابي، وهادي كتدفع في الاتجاه سلبي، ولكن اف 1 راه كتساوي اف 2. اف 1 لانتونسيتي ديال اف 1 كتساوي لانتونسيتي ديال اف 2. وعندهم اش؟ عندهم دغوا داكسيون ديفيرون. ها هو دغوا داكسيون بالزرق ودغوا داكسيون بالحمر، مختلف. دونك اف 1 اف 2. دونك لي فورس اكسيرسي بار لي دو فيل اف 1 اف 2، بتيت اف 1 بتيت اف 2 هما لي فيل اف 2 اف 2 لو فيل، و لو فيل خور اف 1 هادو نوتي ريسبكتيفمون اف 1 اف 2 اون لو ميم انتنسيتي. دونك عندهم لو ميم انتنسيتي. حقيقة ان لو فورس اش اللي كيجر هذا الجسم؟ هو الخيط، الخيط، ولكن الخيط هو القوة منين جاية؟ واش جاية من الخيط؟ ما جايش من الخيط، جاية من لاماس. القوة جاية من لاماس، ولكن القوة كتمر، يعني اشنا هي القانة من اش غادي تمر لافورس؟ يعني لا، هي لو فيل، لو فيل هو كوسيط بين، يعني كنستخدموه كوسيط بين هاد لابلاك وهاد لاماس، غير باش نطبقوا القوة ديال هاد لاماس على هاد لابلاك. يعني هي كتنزل لتحت وهذه كتطلع للفوق. لا ميم شوز، راه لاماس كتجر الخيط والخيط مرتبط مع لابلاك، وبالتالي لابلاك حتى هي غادي تجر مع لاماس، وبالتالي حنا طبقنا القوة على هاد لابلاك اللي جاية من هاد لاماس عبر اش؟ عبر هاد لو فيل اف 1. دونك عندهم اف 1 اف 2، هاد اف 1 واف 2 عندهم لو ميم انتونسيتي، وعندهم سونس ديفيرون، وعندهم دو داكسيون ديفيرون. اف كتساوي اف 1 اف 2 كتساوي ام جي كما قلنا هنا ام جي. بالتالي عندهم لي ماس، لي ماس تا هما كيتساواو، ام 1 كيساوي ام 2 سامي شوز. دونك دونك ام كيساوي ام 1 ام 2 سامي شوز. ديتيرميني لو مومون دو كوبل، لو مومون دو كوبل سي ام دلتا اف 1 اف 2. سي كوا ام دلتا اف 1 اف 2؟ سي كوا؟ دونك حنا غادي نحسبو لو مومون دو كوبل، سي بلس اف 1 دي فوا دي 1 بلس اف 2 فوا دي 2. هذا هو لا سوم. يعني شنو هو لو مومون ديال لو كوبل؟ هو لا سوم ديال لي مومون ديال هاد لي فورس، يعني لو مومون ديال هاد لا فورس بلس لو مومون ديال هاد لا فورس. وكيعطينا اش؟ كيعطينا لو مومون ديال لو كوبل دو فورس اللي هو اف 1 اف 2. كيساوي شحال؟ بويسك هاد الاف 1 كتساوي اف 2، دونك غادي نعملو باف اف اللي هي واحد لانتونسيتي اللي هي اف، كيفاش شفنا هنا راه اف 1 كتساوي اف 2 كتساوي اف. دونك عملنا باف، بيبقى لينا دي 1 في الداخل، بيبقى لينا دي 1 بلس دي 2 عملنا. دونك كيساوي كوا؟ كيساوي اف و دي، غروند اف و دي هي دي اللي هي لا سوم ديال دي 1 بلس دي 2. ديفينيسيون دو مومون دو كوبل دو فورس. دونك لو مومون دو كوبل دو فورس بارابور ا ان اكس دو روتاسيون اي ايغال او برودوي دو لانتنسيتي كومان اف دو دو فورس اي لانت اي لا ديستانس دي qui sépare les droits d'action de ces deux forces. Donc, c'est quoi? M delta, c'est quoi? C'est plus, qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est plus ou moins F fois D. Plus ou moins F fois D. Je ne vois pas, algébrique. Yani H, yani N-H, il peut être positif, il peut être négatif. Remarque, le moment d'un couple de forces
ne dépend pas de la position de l'axe de rotation, mais seulement de la distance des deux lignes d'action. Imagine-nous. هنا لو مومون ديال لو كوبل راه ما كيرتبط بهاد لا بوزيسيون ديال هاد لاكس دلتا. راه لاكس دلتا يقدر يكون هنا، يقدر يكون هنا، يقدر يكون هنا، يقدر يكون هنا، ولكن باش كيرتبط اش اللي كيحدد هذاك لو مومون دو كوبل؟ كيحددو هاد لا ديستانس، هادي دي هي اللي كتحدد لو مومون دو كوبل، وماشي لا بوزيسيون ديال لاكس دلتا. دونك سانكيامون كوبل دو تورسيون، غادي نشوف الكوبل دو تورسيون اللي قلت قبيله. دونك غادي نشوف واحد نظره عامه عليه، ما هو غادي نتعمقوا فيه في الباك اكثر. دونك كوبل دو تورسيون، كوبل دو تورسيون، دونك الكوبل دو تورسيون هو هذا كما شفنا، كيكون عندنا واحد لابلاك هنا مرتبطه مع واحد الخيط اللي هو كيكون فليكسيبل وكيدور، وعندنا هنا واحد سيبور، واحد سيبور. دونك فيل اوناسي، عندنا واحد الفيل اونسي اللي هو كيدور كيدور، دونك كيتلوى كيتلوى كيبقى يتلوى بحال داك النبيض، بحال النبيض كيبقى يتلوى. دونك عندنا واحد لو تيج، دونك حنا عندنا فاش كندفع هاد الجي، فاش كدفع اف ا لا جي و اف دو لا جي، اش كيطرى؟ هذا كيبقى يتلوى، كيبقى يدور، يعني كيدير واحد، اش كيطرى؟ عندنا حنا لو بوا هنايا، عندنا لو بوا ديال هاد لو تيج، عندنا لو بوا ديالو، وعندنا القوة المطبقة من طرف هاد الفيل اوناسي. هاد الفيل اوناسي كيجر هاد لوتيج للفوق، دونك عندنا واحد القوة اغ كتسمى رياكسيون، القوة ديال الرياكسيون. دونك عندنا لو بو، عندنا الرياكسيون، ولكن عندنا لو كوبل، هذا هو اللي عنده تأثير على الدوران، هو اف 1 و اف 2 اللي هو كيشكلو لو كوبل دو مومون، لو كوبل دو فورس. هذا هو لو كوبل دو فورس، هذا هو لو كوبل دو فورس اف 1 اف 2 اللي كيدور. دونك حنا فاش كدور، فاش كدفع لو تيج في هذا الاتجاه، كدير لينا واحد التيتا، يعني واحد التيتا اللي هي واحد الزاويه، يعني باغابوغ هذاك لا بوزيسيون ديال التيج انيسيال، يعني كان هنايا ولكن ظهر لها الجي وكون لينا واحد التيتا. لا ميم شوز هنايا، لا ميم شوز هنا، فاش ظهر هذا لها الجي حتى هذا ظهر لها الجي، وبالتالي كون لينا واحد التيتا، وهاد التيتا راه كتساوي هاد التيتا، يعني مساويين. باش ما ظهر هذا لها الجي سي لا ميم، سي لا ميم اونغل باش دار هذا لا جي، دونك تيتا كتساوي تيتا، لا ميم شوز، نفس الزاويه. وعندنا هذا هو السين ديال الدوره الايجابيه، هذا هو الدوره الايجابي بلس في هذا الاتجاه هذا، بالتالي هذا فين غادي تكون. دونك حنا عندنا لو كوبل دو تورسيون حاله خاصه، يعني اش يعني ان اف 1، يعني لو مومون ديال اف 1 راه و اف 2 راه ايجابي، يعني هذا راه كيدور لا جي، وهذا حتى هو كيدور لا جي، يعني في نفس المنحة ديال الدورة الإيجابية، هو الدورة الإيجابية هذا كدور لا جي، وحتى هذا كيدور لا جي، بالتالي سلام عشوز. دونك ان بوندول دو تورسيون، ان بوندول دو تورسيون هو هذا، دونك ان بوندول دو تورسيون اي ان سوليد سوسبوندو un fil vertical. Donc un solide les wattige suspendu à un fil vertical, les wad fil vertical en acier. Donc l'autre extrémité du fil étant maintenu fixe dans un support, il y a un important le support, il y a deux d'avant le support. Donc lorsqu'on exerce sur le tige un couple de moments, il y a une fâche quand on prend le tige un couple de moments, qu'est-ce que couple de moments, il y a une F1 F2 couple de force ou la couple de moment, il provoque une rotation autour de l'axe delta. يعني فاش كتطبق عليه هذا كيدير لينا واحد 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 روتاسيون autour de l'axe delta. اللي هو هذا اشنو هو الاكس دلتا؟ هو الاكس، هو الضغط اللي كيمر من لو فيل، هو لو فيل، هو لو فيل بحد ذاته، هو لو فيل اوناسي، هو الاكس دلتا، هو الاكس دلتا كي ساكومباني دون تورسيون دو فيل. يعني فاش كيدور هذا اش كيطرى لو فيل؟ كيدير ليه تورسيون، يعني اش كيتلوى، كيتلوى بحال شديت الخيط، بحال شديت داك الخيط وبقيتي تتلوي اتجاه الوعك، هي بوحدو بوحدو شديت جبدتيه ودي تتلوي تتلوي تتلوي، كتلوي هذه في اليد في الاتجاه واليد الاخرى في الاتجاه المعاكس، تتلوي تتلوي تتلوي. يعني اش كيطرى؟
هذاك الخيط كيبقى تلوى، كيبقى تلوى، يعني كنسموها تورسيون، كنسموها تورسيون، يعني هذا كيبقى تلوى، هذا كيمشي في الاتجاه والاخرى كتمشي في الاتجاه الاخرى، وهذه كتبقى الخيط كيبقى، كيبقى شتري كيبقى تلوى، يعني هذا كنسموه شنو هو، شنو هو هذاك، هذاك هو تورسيون دو فيل، يعني تورسيون دو فيل يعني بحال قلتي لي كتشدو كتعقدو بهذا المعنى، هذا كتبقى تلويه. دونك لو كوبل دو مومون اف 1 اف 2 à l'équilibre. L'équilibre achètera. Le fil tordu exerce sur la tige un couple. À l'équilibre, yani l'équilibre. Parce qu'il y aura l'équilibre, achètera. Le fil tordu, yani tordu, je n'en vois. Mloui, yani qui est comme mloui. Yani il y a ça, 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 il y a ça. Fache qu'il y a le fil, qui est rdah, qui est rja à l'état initial. Yani fache qu'il y a rja à l'état initial, qui est rja. واش كيدير مع اش كيدير لو تيج كيبقى يردو معاه، يعني هذاك لو تيج مرتبط مع هذاك الخيط، و وفاش هذاك الخيط فاش كيكون طوردي، فاش كيكون طوردي يعني وكترخيه اكزيرس سور لو تيج ان كوب، يعني كيبقى هو براسو هذاك لو فيل فاش كترخيه كيرجع هذاك الكوب اللي طبقتي عليه كيرجعو لو تيج، وبالتالي هذاك لو تيج كيبقى يرجع ليتا، كيبقى يرجع في الاتجاه الاخر بنيجا، يعني هذا، يعني هذا فاش انت كنتي كدور على الجي فاش كترخي فاش كيولي طوردو، يعني كيولي ملوي وكترخيه، هذا كيطبق لو في كيطبق على لو تيج واحد لا فورس في هاد الجي في هاد الاتجاه هذا، نديرها في هاد الاتجاه هذا، كيولي في هاد الاتجاه هذا، وهذيك الاخرى اللي في هاد الاتجاه، يعني بقى يدور 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 بقى يدور فيه حتى يرجعوا للايتا انيسيال، يعني حتى يرجعوا لهاد البلاصه هادي، ها هي هاد البلاصه ترجعوا لهاد البلاصه، تيولي لو تيولي لو تيج في هذا المكان هذا، هذه هي ليتا انيسيال ديالتو. دونك كنسموه ابولي ابولي كوبل دو تورسيون دو مومون، كوبل دو تورسيون دو مومون كتسمى كوبل، هذا هذا راه حاله خاصه، دونك كتسمى كوبل دو تورسيون دو مومون اللي هو اف 1 اف 2، لو كوبل دو مومون اف 1 اف 2. دونك باس سي كنسموه كوبل دو تورسيون دو مومون كنوطيوه ام سي، كنوطيوه ام سي مومون دو كوبل، كتسمى مومون دو كوبل او لا كوبل دو تورسيون دو مومون ام سي، مومون دو كوبل دو تورسيون، مومون دو كوبل دو تورسيون. دونك اليكيليبر، اليكيليبر لا تيج اي سومي ا سكوا 100 بوان، دونك في ليكيليبر اش كيكون لو تيج كيكون مطبق عليهاش الوزن ديالو او لو كوبل دي فورس، دونك لو سون بوا بي لو كوبل دو فورس، يعني لو كوبل دو فورس اللي شفنا اف 1 اف 2 اللي هو اف 1 اف 2 اللي مطبق على لو تيج، دونك الوزن ديالو ولو كوبل دو فورس اف 1 اف 2. دونك اي اوسي لا فورس اكزيرسي بار لو فيل، هذيك لا فورس دو رياكسيون ار، هذيك ار اللي كتطبق على لو تيج، راه هذيك هي لا فورس ديال ديال لو فيل، هي لا فورس اللي كيكزيرسي لو فيل على لو تيج. Et aussi le couple de torsion de moment. Le couple de torsion de moment. Et donc, d'après le théorème des moments, la somme des moments, des forces intérieures, qui est 0. Mais je suis là, la somme des les moments. Donc, on va revenir. Donc, c'est la somme des moments des forces intérieures. C'est la somme des moments des forces intérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le théorème des moments. Donc, on va dire donc, le tige il est soumis à 4 forces, le poids, le couple de forces FA F2, les quatre poids, le tige fait le wall. Mais بعد, la force R exercée par le fil, donc le fil qui jubile l'ina le tige, il y a qui est tombé par les wall, il y a R, la force R de la réaction. On a le couple de torsion de moment. Je n'ai pas le couple de torsion de moment. Je n'ai pas le couple de torsion de moment. داك لو مومون اللي كيطبق على لو تيج من طرف الفيل، يعني حنا ملي كنطبقوا داك لو كوب دو فورس هذا في الاول كنطبقوا لو كوب دو فورس على لو تيج، كنبقاو ندورو 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 ندورو، وفي نفس الوقت داك لو فيل كيتعقد،
غاديو كيتعقد غادي تيتلوى تيتلوى من بعد ملي كيرخيو ملي كيرخيو لو تيج يعني كان انيليو هاد لو كوبل دو فورس هذا كيظهر لينا هذاك لو فيل ملي كيكون معقود كيبقى يدور كيعاود عاوتاني يرجع ليتا انيسيال ديالو يعني كيبقى يعاودني عاوتاني معاه هو كما قلنا هنايا ملي قلنا هنايا انه فاش كنعقدو هاد الفيل هذا كيطبق وكنرخيو كنرخيو لوتيج كيطبق لينا هاد الفيل واحد واحد لو مومون اللي كنسموه لو كوبل دو مومون دو تورسيون كيطبقوا لينا على هاد لوتيج يعني اش كيحاول يدير كيحاول يرجع هاد لوتيج في لو سونس كونترير يعني ملي كيدور هذا وهذا مربوط مع لوتيج يعني كيدور معاه حتى لوتيج كيبقى يدور كما قلنا في هاد الاتجاه هذا يعني كان لو مومون الاول لو كوبل الاول كان في هاد الاتجاه ولكن فاش غادي يدور غادي يدور في الاتجاه الاخر يعني من بعد غادي يدور في الاتجاه فاش غادي يرخيو غادي يدور في الاتجاه الاخر اللي هو هذا يعني غادي يدور غادي يدور ترجع لي تاع انيسيال تاع تولي هادي تبنى يكون مفهوم دونك دابخي لو تيوغيم دو مومون عندنا لا سوم ديال لي مومون ديال لي فورس انتيريو كيساوي زيرو هذا هو اللي سميتو يعني باش يكون اون ايكليب دونك دو اش عندنا لو مومون ديال لو بوا بلوس لو مومون ديال لا ريزيس ديال لا فورس ار اكزيرسي بار لو فيل بلوس لو مومون ديال لو كوبل دو فورس كوبل دو فورس اف 1 اف 2 بلوس ام سي شنو هو ام سي هو لو كوبل دو تورسيون دو مومون داك اللي مطبق من طرف لو فيل داك لو فيل معقود في النهايه على لو تيج كيطبقوا لو فيل على لو تيج راه لو فيل هو اللي كيكون معقود ملي كنرخيو لو تيج لو فيل اش كيطرى ليه كيعاود عاوتاني يبقى يرجع كيعاود عاوتاني يبقى يرجع اللي تا انيسيال كيبقى يرجع عاوتاني اللور يعني كيعاود عاوتاني يتحل بحال قلنا كيتحل ومني كيتحل اثناء الحلول ديالو كيبقى يدور معاه هذاك لو تيج هذاك هو كنسموه لو كوبل دو تورسيون دو مومون دونك انا نزولي ب ام سي و لا سوم ديال هاد لي مومون كاملين كيساوي زيرو لا سوم ديال هاد لي مومون كاملين كيساوي زيرو قلنا انه لا فورس اغ كتقطع لينا كتقطع لينا لو كوب ديال الدلتا لاكس دلتا دونك اليميني ما عندها حتى تاثير زيرو عندنا لو بوا تا هو كيقطع لينا هذاك لاكس اوريزونتال زيرو تا هو اليميني كيساوي زيرو بقى لينا هذا وهذا بقى لينا هذا دونك اش عندنا ام سي شحال كيساوي كيساوي موان ام دوتا اش اللي قلت قبيله انه داك لو مومون الاول لو كوبل دو فورس هذا كان كيدور في اتجاه من بعد وهذا كيدور في الاتجاه المعاكس ديال هذا دونك كما قلنا انه هذا دونك هذا هذا هو هذا كيدور في اتجاه عنده اتجاه خاص به كما شفنا ولكن هذا اللي مطبق من طرف لو فيل داك لو فيل توردي داك لو فيل توردي داك اللي معقود داك اللي ملوي فاش كيبقى يدور فاش كيبقى يرجع لي تا انيسيالاتو كيطبق على لو تيج واحد لو كوبل دو تورسيون دو مومون اللي هو في لو سونس كونترير يعني معاكس لهذا لو سونس ديال هذا داكشي علاش درنا هنا موان داكشي علاش درنا هاد موان هادي هاد موان هادي راه هذاك لو سونس كونترير ديال لي فورس هذاك هذاك الكوبل عنده سونس ولكن لو كوبل دو تورسيون دو مومون عنده لو سونس كونترير ديال هذا دونك هذا معناه يكون مفهوم دونك ام سي راه كتساوي موان ام دلتا هو عندهم لا عندهم لا ميم تونسيتي عندهم لا ميم انتونسيتي عندهم لا ميم نورم مي عندهم لو سين ديفيرون لو سين ديفيرون علاش لان لي فورس متعاكسين لي فورس متعاكسين دابا اف 1 اف 1 و اف 2 مع هادوك لي فورس ديال هاد لو كوبل الاخرين متعاكسين عندهم دي سونس ديفيرون داكشي علاش قالنا لو سين موان داكشي علاش لقينا لو سين موان لو سين موان راه داكشي علاش كيدل يدل على ان لو كوبل لو كوبل الاول اللي مطبق من طرف لو تيج على لو فيل اولا اللي مطبق من طرفنا حنايا على لو تيج هو اللي هو هذا يعني عنده ان سونس كي كونترير او سونس ديال هذا ديال لو كوبل دو تورسيون دو مومون داكشي علاش قلنا انا موان دونك سي ام سي كيساوي كوا كيساوي موان هاد لو كوبل اللي هو ام ديتا لو مومون ديال لو كوبل اف 1 اف 2 يعني لو كوبل دو فورس لو موان لو كوبل لو موان لو مومون ديال لو كوبل دو فورس اللي كيساوي شحال كيساوي موان اف دي كيساوي موان اف دي يعني موان لي فورس لان قلنا اف 1 كتساوي اف 2 وكتساوي اف اللي هي عندها واحد القيمه اف هي واحد النغم واحد النغم هي اف كيساوي اف كتساوي اف 1 كتساوي اف 2 وبالنسبه دونك دي هي لا ديستانس دي 1 بلس دي 2 كما قلنا قبل دونك سي موان اف فوا دي
الشيء اللي قلنا هذه الاولى اكسبيريونس دو ام سي. كان دروكا غادي نشوفو باردون اكسبريسيون دو ام سي، غادي نشوفو الاكسبريسيون يعني العلاقه ولا التعبير ديال ام سي كيفاش نعبروا عليه، اللي هو هذا لو كوب دو تورسيون دو مومون اللي بطبق من طرف الفعل على لوتيج. دونك اش عندنا؟ غادي نزيدو بعض الاضافات هنايا. دونك عندنا واحد لو سيبور كيما عندنا في دو اسي، ولكن غادي نزيدو واحد البكره هنايا، غادي نزيدو واحد البكره اللي فيها واحد لاماس اللي معقوده مع واحد لاماس ام 2، وعندنا نزيدو واحد البكره اخرى هنايا اللي معقوده مع لاماس ام 1 ام 1. دونك اش غادي نديرو pour trouver l'expression de on utilise le montant suivant. يعني باش نلقاو هذاك التعبير ديال هذاك لو كوبل دو تورسيون دو مومون غادي نستعملوا هذا التعبير هذا، غنستعملوا هذا ليكسبيريونس هاد لو مونتاج. دونك عندنا واحد البكره كتجر هذا، وعندنا واحد البكره اخرى كتجر هذا، كتجر في هذا الاتجاه. دونك عندنا هذه كتبقى لنا واحد القوه في هذا الاتجاه اللي هي اف 2، وهذه هاد لاماس هذه كتبقى لنا واحد القوه اللي في هذا الاتجاه اللي اف 1 اللي معاكس لهذا، وهادو راه متساويين ام 1 كتساوي ام 2 و اف 2 كتساوي اف 1 في لي نورم. دونك اش عندنا؟ اف 1 كتساوي اف 2، ام 1 كتساوي ام 2. En faisant varier la distance d et l'intensité de f, l'angle delta varie. Donc, غادي نغيرو هذا. Donc, غادي نغيرو d. غادي نغيرو d. يعني غادي نبقاو. دونك هذا فاش كت يعني اشنو هي تغير d؟ يعني اما تدفع هذا للفوق بحال هكا، تدفع هذا. يعني فاغي يعني فاغي يعني بتبعد هذا للجي، او لا تبعد هذا للجي. يعني اما تبعد هذا للجي، اما تبعد للجي، او لا تجيب هذا بعدو. دونك ديمنيا الا تبعدتي هذا على جهه هاد لا ديستانس باش تبعدها وتجي هذا تبعها، دونك سي لا ميم شوز تقريبا. مي تلتا هي غادي تغير، فاش كتغير دي غادي تغير تيتا، غادي تغير تيتا، ولكن غادي نغيرو لانتونسيتي دو فورس و فوزون فاري كوا لا ديستانس اي لانتونسيتي دو فورس. لانتونسيتي دو فورس غادي نغيرو حتى هي. دونك غادي نبقاو نغيرو وغادي غادي نحصلوا على ارقام متغيره، يعني غادي نحصلوا على نتائج متغيره. نو ريبريزونت لو مومون، يعني غادي نعبروا على لو مومون ام دلتا دو اف 1 اف 2 اللي هو هذا اف 1 اف 2 لو مومون الاول كوب دو فورس اللي هو هذا. اون فوزون دو اون فونكسيون دو تيتا باردون اون فونكسيون دو تيتا، يعني غادي نعبروا عليه بواسطه او لا بواسطه هذيك التيتا لونغل تيتا. اون اوبتيان لي غوزيتا سويفون. دونك اش غتلقاو؟ غادي نلقاو جدول فيه اف ان، فاش غادي نبقاو نغيرو، شوف فاش غادي نبقاو نغيرو اف ان لانتونسيتي ديال لا فورس اف، بيسك حنا قلنا ان اف ان كتساوي اف دو وكتساوي اف كتساوي واحد لا فورس، هاديك اف هي اللي غادي نغيرو. يعني الا غيرتي اف راه غادي تغير اف ان وغادي تغير اف دو، راه سي لا ميم شوز. دونك غادي نغيرو اف، كنبقاو نغيرو اف، دونك غادي تبقى تغير اف ضمنيا. فاش غادي تغير اف غادي نغيرو معاها حتى لا ديستونس دي كتبغى تغير، وبالتالي فاش غتغير هذا التغيير هذا غادي تغير لنا حتى اف و دي لو برودوي، لو برودوي ديال اف و دي غادي تغير حتى هو، هذوك الارقام ديالو غادي تغيرو. والتالتا حتى هي غادي نغيروها لا ميم شوز بالنسبه هنا التيتا بالدوغري وهنا التيتا بالراديان. هادو سو سون دي زونيتي ديال لي لونغل ديال لي زونغل ديفيرون. يعني هنا الا كانت 90 درجه راه كتساوي 0.16 راديان، هادو متساويين. دونك هذا لو مومون ديال لو كوبل دو مومون دو فورس، لو كوبل دو فورس، لو مومون دو كوبل دو فورس اف 1 اف 2 كيساوي اف و دي. دونك غادي نغيرو منين غادي حنا حصلنا على هاد الارقام هادو، دونك كنغيرو هذا كنغيرو هذا كنحسبو كنحسبو لو برودوي كيعطينا هاد الارقام برودوي، هذا في هذا كيعطينا هذا، هذا في هذا كيعطينا هذا، وهذا في هذا كيعطينا هذا اكسيتيرا. لا ما شوز بالنسبه لهنا كنغيرو حتى التيتا، فاش كنغيرو اف وكنغيرو دي كنغيرو مع التيتا حتى هي، وبالتالي كتعطينا اش كيعطينا هذا. اش اللي كيهمنا حنا؟ كيهمنا هذا لو مومون دو كوب دو فورس اف 1 اف 2، هذا هو اللي كيهمنا حنا. اش غادي نديرو؟ غادي نعبرو على هذا بواسطه هاد الضغوات، هاد الضغوات، هاد الضغوات غير كتيلين. هادي سي تور فونكسيون افين، سي تور فونكسيون افين اللي هي عباره عن مستقيم، عباره عن مستقيم يمر من نقطه ذات داك الافصول زيرو والاراتيب ديال زيرو.
Donc, c'est 0,0. Donc, on a brûlé en fonction de quoi? De θ. يعني حنا راه رسمنا هاد التغيرات ديال لو مومون دو كوبل دو فورس اف 1 اف 2 بواسطة ماذا؟ ب و اون فونكسيون دو كوا؟ اون فونكسيون دو تيتا. عبرنا عليه بواسطة تيتا. دونك صفر فاصلة جوج او لا صفر فاصلة كما قلنا صفر فاصلة صفر ولا 18، صفر فاصلة 18 ولا صفر فاصلة شحال هنايا، دونك قل من صفر فاصلة جوج. دونك هذا الرقم هذا 0.18 ولا 0.15 الراديه ديال تيتا كيعبر لينا على شحال؟ كيعبر لينا على هذه النقطه هذه، وهذا علاش كيعبر لينا؟ كيعبر لينا على اش؟ كيعبر لينا على لو مومون. هادو هما تغيرات ديال لو مومون، وهادو تغيرات ديال تيتا. دونك سي لو غراف دو فارياسيون دو كوا؟ دو ام تيتا دو يعني دو لو مومون دو كوبل دو فورس اف 1 اف 2 اون فونكسيون دو كوا؟ اون فونكسيون دو تيتا. أتمنى أنه يكون مفهوم. دونك سي لو غراف، لو غراف سي كوا؟ هذا شنو هو؟ سي اون دروات باسون بار لوجين. دونك لو غراف سي اون دروات، هو سي اون دروات، هو اللي هو هذا، سي اون دروات باسون بار لوجين. دونك سي اون دروات باسون بار لوجين. لو مومون دو كوبل اف 1 اف 2. Le graphe est une droite passant par l'origine. Le moment de couple force F1, F2, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est fois θ? On a une notion jdida. Donc, c'est une droite passant par l'origine. Passant par l'origine, les wada. Droite, il y a une chatte moustaquine. Il y a une radine à brûler les bâches. Radine à brûler les bâches. Est-ce que c'est ça? Donc, اش عندنا حنايا في 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 سميتو في كخاصية؟ اش عندنا في هذاك؟ اش عندنا اف دو اكس؟ الا كان دوات اف دو اكس، الا كان دوات شحال كتساوي؟ كتساوي ا اكس. الا كان دوات وكتمر من او، كتمر من او يعني بلس زيرو، يعني اش الرطوبة عند يعني داك سميتو لوغدوني ا لوغيجين سي زيرو. هذا هو زيرو، داك بي هو كيساوي زيرو، لأنه علاش هنا كاين هنا هذاك داك الرطوبة ا لوغيجين كاين هنا، كاين هنا كيمر من هنا، لأن لو دغوات كيباس معنا. إلا كيباسي باغ هنا غادي نديرو هنا صفر فاصلة صفر صفر خمسة، غادي نديرو هنا صفر فاصلة صفر خمسة، ولكن هو كيباسي لينا مع هنا، دونك كنديرو زيرو، لأن الرطوب كيساوي زيرو هنا كيباسي بهنا. دونك اشنا هي هادي؟ هي اكس. اش عندنا حنايا؟ عندنا حنايا ام دلتا، ام دلتا شحال كيساوي ديال كوبل دو فورس بلا ما نكترو؟ كيساوي شحال؟ كيساوي سي فو تيتا، فو تيتا. دونك اش عندنا حنا؟ عندنا شحال؟ اكس هي تيتا، لان لو مومون دو كوبل دو فورس تغير بواسطة اش؟ بواسطة تيتا، اون فونكسيون دو تيتا، كتغير اون فونكسيون دو تيتا. دونك اكس هو تيتا. وشنو هو سي؟ سي هو ا. دونك نفس الطريقه باش غادي نحسبو ا، غادي نحسبو بها اكس، غادي نحسبو بها سي باردون. دونك سي غادي نحسبو به، غادي نحسبو نفس الطريقه باش حنا نحسبو ا. دونك غادي ناخدو جوج نقاط، غادي ناش نقولو، غادي نقولو مثلا غادي ناخدو جوج نقاط ا و بي، غادي نقولو ايكغيك بي موان ايكغيك ا سو اكس بي موان اكس ا. هادي هي الطريقه. غادي ناخدو مثلا جوج نقط هادي، وناخدو هادي وهادي، وناخدو الارتوب ديال هذا موان الارتوب ديال هذا على الافصول ديال هذا موان الافصول ديال هذا. هادي هي الطريقه سهله مهله. دونك سي كوا؟ او سي 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 كوا؟ سي لو كوفيسيون ديريكتور. شنو هو؟ هو العامل الموجه، هو العامل الموجه ديال اش؟ ديال هاد الضغوات، هاد الضغوات هادي هو العامل الموجه ديال هاداك الضغوات. كما عرفنا قريناها في قراوتوها في الرياضيات، شنو هو دغوات؟ فونكسيون افين عندها عامل موجه اللي هو شنو هو؟ هو في هذه الحاله هو السي، هو السي هو لو كوفيسيون ديريكتور دو لا دغوات ابيلي كونستون دو تورسيون دو فيل. هاد لا دغوات كيتسمى شنو هو؟ لا فونكسيون اش كتسمى؟ او هاد لا دغوات، هاد لا كورب، لا دغوات اللي كباسي بار لوجين كنسموها كونستون دو تورسيون دو فيل. هادي سميها كونستون دو تورسيون دو فيل. En newton, mètre
غاديه موانز 1 لان كنعبروا عليها نيوتن متر غاديه بار غاديان يعني اون فونكسيون دو غاديان سيتادير بار سور الكسر على الراديان على الراديان وعلى الراديان فاش غادي نضربو غادي نحولو نديرو موانز 1 غادي ترفع على الفوق غادي دير موانز 1 دونك فغادي موانز 1 دونك هادي دونك اي دابخي لا غولاسيون 1 اون بو كري هاديك الغاسيال 1 عقلت عليها دونك لا غولاسيون 1 هي ام سي كيساوي موان ام دلتا كيساوي موان اف دي هادي دونك دابخي هادي دابخي هادي اش غادي نقولو اون بو اكري كوا ام شحال كيساوي لينا ام شحال كيساوي لنا ام سي شحال كيساوي كيساوي موان سي تيتا موان سي تيتا ما كيساويش سي تيتا مي سي موان سي تيتا علاش لان قلنا انه للسين سي اوبليغاتوار لو سين سي اوبليغاتوار علاش لان لو مومون سي اون غروندور الجبريك اما بوزيتيف او نيجاتيف حنا لقينا في الاولى فهاديك لا غولاسيون الاولى لقينا موان اف دي موان اف دي دونك لو سين سي موان سي نيجاتيف ماشي بوزيتيف دونك حتى حنايا هنايا حتى حنايا هنايا غادي نديروه نيجاتيف ماشي بوزيتيف دونك سي موان غادي نزيد واحد لو سين موان علاش لان لو كوبل دو فورس لو كوبل دو فورس هو كاين في لو سونس بوزيتيف مي لو كوبل دو مومون دو تورسيون كاين في لو سونس نيجاتيف كاين في لو سونس نيجاتيف ديال هذاك لو سونس اللي اختارينا في الاول دونك كنديرو موان كنديرو موان كنزيدو موان هنايا دونك سي ام سي كيساوي موان سي تيتا هذا بالراديان وهذا سي سي نيوتن باغ متر كيما قلنا هنا نيوتن فوا متر باغ راديان ولكن الا رفعناه للفوق غادي نديرو فوا راديان موان زان ولو مومون دو لو مومون دو كوبل دو فورس يعني اولا لو كوبل دو مومون دو تورسيون لو كوبل دو مومون دو تورسيون ام سي سي كتعبر عليه بالونيتي نيوتن فوا متر نيوتن فوا متر سي ديبون دو لا لونغور et du diamètre de la nature matière du fil. Je dis que le fil, on a si, on a fait le tjriba, on a si, mais la constante C, la constante C, qui dépend de la longueur, la longueur, qui dépend de la longueur, tol, et le diamètre, de la nature de matière, et la nature de matière. Donc, la longueur, elle dépend de la longueur, le diamètre et la nature de matière du fil. Quand on a le fil, on a si, c'est que tu as le fil. Je me mets le fil, oui, je me mets si, tu as là. Donc, c'est la fin de cette leçon. Merci pour votre attention et n'hésitez pas de laisser un like. Donc, je t'ai dit que tu as dit que tu as like que tu as وإلى درس آخر إن شاء الله إلى اللقاء مع السلامة